السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنشرح الدرس الثاني من منهج حساب المثلثات. الدرس الثاني النسب المثلثيه الاساسيه، اللي هي النسب المثلثيه الزوايا 30 وال 60 وال 45، ودي اسمها زوايا خاصه. تعال نشوف اثبات الزوايا دي، اصلا النسب دي بتاعتها جت منين. لو انا عندي مثلث قائم في ا ب ج، المثلث قائم في زاوية ب وعندي زاوية ج ب 30 درجة وعندي زاوية أ ب 60 درجة، الزاوية 30 والزاوية 60. فبنقول هنا هنفرض إن قياس زاوية ج بيساوي 30 درجة. الضلع اللي في وشها دوت اللي هو الضلع أ ب نفرض ان هو 1 سنتي. عايزين نجيب بقيه الاضلاع بتاعه المثلث، هنجيبها ازاي؟ في عندي حاجه بتقول في المثلث القائم الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر، بيساوي نص طول الوتر. يعني معنى كده ان الوتر بتاعي اللي هو ألف جيم بكام؟ باتنين سنتي. معنى كده ان الوتر بتاعي باتنين سنتي. طيب انا كده عندي ضلع وعندي وتر، اقدر اجيب الضلع التالت؟ هقدر اجيب الضلع التالت عن طريق نظرية فيثاغورس اللي شرحناها الحصة اللي فاتت وراجعين عليها، اللي هي بمنتهى البساطة زي ما قلنا قبل كده مربع زائد مربع بيساوي مربع. مربع الضلع مربع ضلعين القائمة، اللي هو مربع الاولاني كان بكام؟ كان بواحد. مربع الضلع التاني اللي انا معرفوش اللي انا عايز اجيبه، مربع الوتر اللي هو بكام؟ باتنين. فنعوض كده، انا بمشي بالطريقة دي عشان الناس ما تتلخبطش وتبقى بالنسبة لهم سهلة. مربع الواحد واحد، زائد اللي معرفوش زي ما هو كده، ومربع الاثنين هيبقى بكام؟ باربعة. يبقى كان هنا كام؟ يبقى كان فيه كان هنا كان تلاتة. هرجعها لأصلها اللي هو هحطها تحت الجذر، يبقى كان الضلع ب ج طلعناه بكام؟ بجذر تلاتة. الضلع ب ج كان بكام؟ بجذر تلاتة. ده بالنسبة مين؟ للمثلث اللي هو التلاتيني ستيني، مثلث تلاتيني ستيني. وطبعا تقريبا خدتوا الكلام ده كله في تاني اعدادي، مثلث 30 ستيني. واحفظ القاعدة دي دايما عندك لانها بتجيلك كتير قوي. في المثلث القائم الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر. في المثلث القائم الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر. يعني لو عندك الضلع ده مثلا باربعة يبقى الوتر بتمانية، لو عندك الوتر بعشرة يبقى الضلع ده بخمسة. طيب نيجي تاني للمثلث بقى المتساوي الساقين، المثلث ال 45. المثلث ال 45 عندي مثلث قائم متساوي الساقين، يبقى زاويتين القاعده بيساوي 45 درجه، كل زاويه بكام؟ ب 45. عايزين برضو نجيب النسب المثلثيه بتاعتها، هنجيبها ازاي؟ هنجيبها عن طريق ان انا هفرض ان في ضلع برضو بواحد. بما ان المثلث متساوي الساقين يبقى الضلع التاني بكام؟ بواحد برضو. طيب مربع زائد مربع يساوي مربع الوتر، يعني واحد زائد واحد هيساوي اتنين. هرجع الاتنين لاصلها يبقى الوتر طلع بجذر اتنين، يبقى الوتر طلع بكام؟ بجذر اتنين. طيب عن طريق النسب المثلثية دي او عن طريق الاضلاع دي اقدر اجيب النسب المثلثية بتاعتي اللي هي الجا والجتا والظا للزاوية 30 والزاوية 60 والزاوية 45. ازاي؟ اخدنا الحصة اللي فاتت ان انا عندي الجا بتساوي مقابل على وتر، الجا بتساوي مقابل على وتر، لانه هيجيب لك اخر السنه في الامتحان مساله حساب المثلثات اوجد بدون استخدام الاله، اوجد بدون استخدام الاله، فلازم النسب دي تكون محفوظه، النسب بتاعت ال 30 وال 60 وال 45. طيب انا عندي الجا 30، حط ايدك على الزاويه وشوف الضلع اللي قدامها بتساوي ايه؟ مقابل على وتر، يعني 1 على 2 اللي هي بكام؟ بنص. وخليك مع الزاويه لغايه ما تخلصها للاخر. هي نفس الزاويه ال 30، عايز اجيب الجتا. الجتا قلنا قبل كده بتساوي ايه؟ مجاور على وتر، يبقى بتساوي جذر 3 على 2.
طيب عايزين نجيب الظا، الظا بتساوي ايه؟ مجاور مقابل على مجاور. الظا بتساوي مقابل على مجاور اللي هي بكام؟ 1/3 مقابل على مجاور اللي هي بكام؟ 1/3. طيب كده انا خلصت زاوية 30، اقدر اجيب ال 60 برضو. ثبت ايدك على الزاوية، انت عايز تجيب الايه؟ الجا. الجا بتساوي ايه؟ مقابل على وتر. المقابل بكام عندي؟ بجذر 3، والوتر بكام؟ ب2، يعني جذر 3/2. طيب نرجع تاني لل 60، عايزين نجيب مين؟ الجتا بتاعتها. الجتا بتساوي ايه؟ مجاور على وتر. المجاور بكام؟ ب1، والوتر بكام؟ ب2، يبقى بنص برضو. فاضل اخر حاجه عندي الظا برضو بتاعت ال 60. الظا بتساوي ايه؟ مقابل على مجاور. بتساوي مقابل على مجاور. المقابل بكام؟ بجذر 3 على كام؟ على 1، اللي هي بجذر 3 يعني. تمام كده؟ نيجي بقى للمثلث ال 45. ثبت ايدك على الزاويه، انا هعلم كده علامه صغيره هنا على الزاويه تاني عشان نبقى عارفينها. طيب انا عايز اجيب الجا بتاعت الزاويه ال 45 اللي تحت دي، لان الاثنين عندي ب 45. الجا بتساوي مقابل على وتر. المقابل ب1 سنتي والوتر بجذر 2، يبقى 1/2. هتبص معايا كده تاني، هتجيب الجتا. الجتا بتساوي مجاور على وتر، هتلاقي نفس الكلام بنفس الزاوية، دي 1 ودي 1، يعني برضه هتطلع ب1/2. الظا بتساوي مقابل على مجاور، 1/1 ب1. كده انا طلعت كل النسب اللي عندي لل 30 وال 60 وال 45. وركز كده معايا، لاي زاويتين حادتين الجا بتساوي الجتا. لاي زاويتين حادتين متتمتين الجا بتساوي ايه؟ الجتا. يعني عندي جا 30 بتساوي نص، يبقى الجتا 60 تكمله ال 90 اهو، يبقى الجتا 60 بتساوي كام؟ نص. نفس الحكايه، الجا 60 بتساوي جذر 3/2، دي 60، يبقى اللي باقي من ال 90 30، يبقى جتا 30 بتساوي كام؟ جذر 3/2. وال 45 الاثنين الجا والجا، ال 45 و45 يبقوا الاثنين ب 90. الجا ب 45 ب1/2، وبرده الجتا 45 بكام؟ 1/2. نشوف المثال دوت. المثال بيقول لي عندي طرفين جايب بطرف بيساوي طرف. الطرف الاولاني جا 60 تربيع زائد جا 45 تربيع زائد جا 30 تربيع بيساوي جا 30 تربيع زائد تلت ظا 60 تربيع ناقص جا جتا 60 تربيع. يعني انا هجيب هعوض بالقيم بتاعتي اللي انا سايب الجدول ده كده عشان الطلبه ما تنساهوش، وانت من كتر حلك كذا مساله ان شاء الله هتحفظه. هاجي عند اول حاجة اللي هي الجا 60. الجا 60 اجي في الجدول كده لو انا مش عارفه، اجي اقول جا 60 بتساوي جذر 3/2. اكتبها بمنتهى البساطة، يبقى الحل بتاعي الحل جذر 3/2. جذر 3/2. في هنا تربيع، يبقى تحطها في قوس وتربحها، زائد جا 45 تربيع. الجا 45 ب1/2، اقول له حاضر، ادي 1/2، وتحط لها التربيع. ويا ريت الناس ما تنساش الحاجات اللي بيبقى مدهني في المساله، لو في تربيع لازم اكتبه، لو في جذر لازم اعمله. زائد جا 30. جا 30 بكام؟ جا 30 بنص، احط لها التربيع بتاعها. طيب تعالى نعوض الطرف الايمن الاول وبعدين نجيب الطرف الايسر عشان ما نتلخبطش. جذر 3/2 تربيع، في ناس هتعملها على الآلة وفي ناس ممكن ما تعملهاش على الآلة، يعني معناها القوس ده مضروب في نفسه مرتين. جذر 3 في جذر 3 هقول له ب3، 2 في 2 هتبقى ب4، زائد 1 في 1 تربيع برضو، يبقى كام؟ ب1. جذر 2 في جذر 2 يبقى ب2، زائد 1 في 1 ب1. جذر 2 في 2 هيبقى بكام؟ 2 في 2 هيبقى بكام؟ ب4. يبقى المسألة عندي طلعت لي بكام؟ 3/4 زائد 1/2 زائد 1/4. هتجمعها، المقامات عندي كلها ممكن اوحدها على الاربعة، 4/4 فيها الواحد، 1 × 3 × 3، وفي ناس ممكن تعملها على الآلة، زائد 4/2 فيها الاتنين، 2 × 1 ب2، زائد 4/4 فيها الواحد،
واحد في واحد بواحد هتطلع 6، هتطلع 4، 6 على 4 اللي هي هتختصرها هتطلع ب3 على 2. يبقى الطرف الأيمن بتاعي طلع بكام؟ ب3 على 2. تعال نشوف الطرف الأيسر. الطرف الأيسر كان الجتا 30 تربيع، أجي عند الجتا 30 بجذر 3 على 2، متنساش التربيع، زائد تلت، التلت ده موجود في المسألة ينزل زي ما هو، ظا 60، ظا 60 بكام؟ جذر 3. هتحطها طبعا في قوس لأنها المفروض مضروبة، وما تنساش التربيع بتاعها، ناقص جتا 60، أدي الجتا، الـ60 يبقى بنص، وما تنساش التربيع لأن عندي في تربيع في المسألة. تعالى بقى فك الأقواس كده وعوض، جذر 3 في جذر 3 ب3، 2 في 2 اللي هو المقام يبقى بكام؟ ب4، زائد دي على طول بقى جذر 3 تربيع يعني ب3، 3 في ثلث يطلع ب1، ناقص نص تربيع هيبقى بكام؟ بربع. طيب 3 ارباع زائد 1 ناقص ربع هيطلع بكام؟ هتعملها على الآلة هيطلع لك برضو بكام؟ ب3 على 2، هيطلع بكام؟ ب3 على 2. إذا الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. معايا المثال ده كمان بيقول لي س جا 30 جتا 45 تربيع بيساوي جتا 30 تربيع. طيب أنا هكتب الس بتاعتي زي ما هي، الجا 30 بنص، جتا 45 واحد على جذر 2 الكل تربيع بتساوي جتا 30، جتا 30 بجذر 3 على 2، جذر 3 على 2 تربيع. طيب دي فك التربيع بتاعها دوت، 1 على جذر 2 في 1 على جذر 2 يعني هتطلع بنص، يعني المفروض هتبقى س نص في نص اللي هي هتبقى ربع س، نص في نص بكام؟ بربع س. طيب وجذر 3 على 2 الكل تربيع، يعني جذر 3 في جذر 3 هتبقى ب3، و2 على 2 2 في 2 هتبقى بكام؟ ب4. طيب دي معادلة عايز اتخلص من الربع ده، اضرب هنا في 4، يبقى هتضرب هنا في كام؟ في 4. دي هتروح مع دي هتبقى الس بتساوي 3، هيبقى الس بتساوي كام؟ 3. وكده انا جبت قيمة الس. تعال نشوف في المثال دوت، بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج د مستطيل في ا ب ب6 سم و ا ج ب13 سم، اوجد قياس زاوية ا ج ب. ا ج ب يعني قصده على الزاوية الصغيرة اللي انا عملت لك عليها العلامة دي، وعايز مساحة المستطيل ا ب ج د لأقرب رقم 10. طيب انت اصلا المستطيل عندك زواياه كلها قايمة، كل الزوايا بتاعته قايمة، والشكل عندك مقسوم لتقريبا لمثلثين قائمين، فانا ممكن بسهوله قوي اقدر اجيب الاضلاع اللي ناقصه عندي لو انا عايز اجيبها، ممكن استخدمها في حل المساله واريح دماغي. عندي ضلع القائمه ا ب ب6 سم وعندي الوتر ب13 سم، فانا هقول له مربع زائد مربع يساوي مربع، يعني معناها 169 اللي هو تربيع الوتر 13 في 13 ب169 ناقص ال 36 هيديني 3 3 1. يعني معنى كده ان طول الضلع اللي هو ب ج بجذر 133. ما تنساش احنا بنرجع الرقم لاصله لانه كان تربيع، يبقى طول الضلع بكام؟ بجذر 133. طيب ده انا هجيبه عشان ده هيساعدني في حل ان انا اجيب مساحه المستطيل بتاعي، لان مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ على جنب اهو، مساحه المستطيل اي مستطيل بتساوي الطول في العرض. فانا جبت الطول وجبت العرض. نرجع بقى للمطلوب الاولاني اللي هو كان عايز قياس زاوية ا ج ب، عايز قياس الزاوية دي اجيبها ازاي؟
ممكن تجيبها عن طريق الجا او عن طريق الجتا او عن طريق الظا اللي هي كنت بتعكس فيها العمليه. فهتقول له ايه؟ شيفت الضلعين اللي عندك كام؟ انت عايز تجيب ايه؟ الجا بتاعت الزاويه، الجا بتساوي ايه؟ مقابل على وتر، الجا بتساوي مقابل على وتر. فهتدوس على الاله شيفت 6 على 13 شيفت جا شيفت جا اللي هي ساين 6 على 13 هيطلع لك طبعا رقم عشري، هيطلع لك رقم عشري اتفقنا قبل كده. هتقوم دايس كوما هيطلع لك الرقم اللي هو 27 درجة و 29 دقيقة و 11 ثانية. هيطلع 27 درجة و 29 دقيقة و 11 ثانية. يبقى أنا كده جبت مين؟ جبت المطلوب الأولاني اللي هو عايزه اللي هو قياس زاوية أ ج ب. دايما لما يجيب لك أشكال فيها مثلثات وفيها مثلث قائم أنت عندك أضلاع ناقصة عن طريق نظرية فيثاغورس، دي هتستخدمها تقريبا في معظم المسائل 90% من المسائل، فلازم تجيب الأضلاع اللي باقية حتى لو هو مش قايل لك عايزها، أنت لما تجيبها هتساعدك في حل المسألة. طيب أنا فاضل لي كده إيه؟ مساحة المستطيل. أقول له مساحة المستطيل بتساوي 6 في جذر 133، 6 في جذر 133 هيطلع لك أقرب رقم عشري اللي هو هيطلع ب 69.2 سنتيمتر. وما تنساش التربيع لأن المساحات دايما عندنا بنقول سنتيمتر مربع، سنتيمتر مربع. تعال نشوف المثال الثاني. جايب لي طرف أيمن ظا 60 بيساوي 2 ظا 30، 2 ظا 30 على 1 ناقص ظا 30 تربيع. يعني معنى كده ان قيمه الطرف الايمن لازم تكون بتساوي الطرف الايسر، يبقى انا كده متاكد ان حل مسالتي صح، لازم ده يطلع بيساوي ده. طيب الظا 60 الاول بتساوي كام؟ ظا 60 بتساوي جذر 3. يبقى الطرف الايمن على طول اهو طلع بكام؟ بجذر 3. يبقى المفروض لما اعوض بالطرف الايسر دوت يطلع لي برده بكام؟ بجذر 3. شد شرطة الكسر بتاعتي وعندي 2 ظا 30. ابص هنا الجدول انا سايبه لك لغايه ما تحفظه. الظا 30 بكام؟ بواحد على جذر 3. طيب تحت واحد ناقص ظا 30 بس تربيع، ظا 30 بس تربيع، يعني واحد على جذر 3 في واحد على جذر 3 يعني هتطلع بكام؟ بتلت. طبعا على الآلة الحاسبة بتاعتك هيطلع الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، وبدام الاتنين طلعوا زي بعض يبقى أنا كده حليت مسألتي صح. أشوفكم إن شاء الله في الحصة القادمة في أول درس في الهندسة التحليلية البعد بالنقطتين.